بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة أولى إعدادي. نستأنف مع أوتي أدوات لونغ إغامير اللغة وقواعد اللغة. إذن أوبجيكتيف، إذن عندنا الأهداف. أوبجيكتيف أهداف. إذن من أهداف الفقرة ركونتخ لفورماسيون دي باسي كومبوزي، يعني أن تعرف تشكيلة لو باسي كومبوزي، أن تعرف تشكيلة الماضي المركب. طبعا هنا سنتكلم عن ماضي مركب، مركب من الفعل، مركب من الفعل ثم من جزئية تضاف لهذا الفعل. reconnaître la formation du passé composé، معرفة تشكيلة أو شكل du passé composé للماضي المركب. نتكلم هنا على formation يعني تشكيلة أو تشكيل، تأتي من فعل former يعني أنك تشكل شيئا، يعني أنك تعطيه شكلا. reconnaître la formation du passé composé يعني أن تعرف تشكيلة الماضي المركب. إذن طبعا سنتكلم عن نوع من الماضي في اللغة الفرنسية يتكون من الفعل كما قلنا ومن جزئية تضاف له. في الهدف الثاني عندنا employer correctement le passé composé dans le récit، الاستعمال بشكل صحيح للماضي المركب في الرواية. employer correctement le passé composé dans le récit، الاستعمال بشكل صحيح للماضي المركب في الرواية. j'observe يعني أنا ألاحظ. ثم عندنا في العنوان le passé composé، طبعا هذا عنوان لونغ اغامير وليس عنوان هذا النص الصغير الذي عندنا هنا. طبعا هنا سنستعمل هذا النص الصغير الذي هو بدون عنوان هنا لكي نتكلم عن فقرة تتحدث عن لو باسي كومبوزي. إذن هنا سنفهم لو باسي كومبوزي من خلال هذا النص الصغير. إذن هذا النص الصغير كما نرى ياسوار دوزون ماسكي اون كومبريولي ان ابارتومون سيتيي او كاتخيام ايطاج دان ايموبل دون لو كارتي معرف اكازابلانكا. Ils sont entrés dans l'appartement par le balcon en se servant d'une corde. Ils ont pris une grosse somme d'argent, puis ils sont sortis par la porte. Le concierge de l'immeuble n'a rien remarqué. Idem, hier soir, بالأمس مساء, deux hommes masqués. Idem, نتكلم عن رجلان masqués, مقنعان. Idem, deux hommes masqués. Idem, نتحدث عن رجلان مقنعان أو رجلان متنكران. ان كومبريولي يعني انهم سرقوا عن طريق التكسير. نتكلم عن لو فيرب كومبريولي، المقصود بانك تكسر من اجل السرقه. هنا نتحدث عن لو فيرب كومبريولي المقصود به ساطا. ساطا يعني انك تسطو على مكان، على محل، على حانوت، على منزل. اذا من خلال تكسير الابواب ومن خلال تكسير النوافذ مثلا من اجل السرقه. ياسوار بالأمس مساء دوزون ماسكي، رجلان مقنعان، رجلان متنكران. ان كومبريولي يعني انهم سرقوا من خلال تكسير الابواب وتكسير النوافذ. ان ابارتومون يعني انهم سرقوا بهذه الطريقه. ان ابارتومون سرقوا بهذه الطريقه شقه. سيتوي متموقعه، نتكلم عن لو فيرب سيتوي يعني انك تموقع شيئا. هنا نتكلم عن لابارتومون بأنها سيتوي، إذا نتكلم عن الشقة بأنها متموقعة أو كاتخيام إيطاج، يعني أنها متموقعة في الطابق الرابع، متموقعة في الطابق الرابع دان ايموبل من عمارة دون لو كارتي معرف أكازابلانكا، إذا في حي المعارف بالدار البيضاء. إيلسون أونتخي يعني هم دخلوا. نتكلم عن لو فيرب أونتخي، نتكلم عن فعل دخل. طبعا هنا اللصوص هم الذين دخلوا، إذن هنا نتكلم عن لو فيرب أونتخي الخاص بهم، يعني نتكلم عن الدخول أنه حدث لهم هم، هم الذين دخلوا بأنفسهم. إذن هنا طبعا صرفنا لو فيرب أونتخي طبعا في لو باسي كومبوزي كما نرى، ولكن مع لوكسيليار إتخ. طبعا إتخ كما ذكرنا في غير ما مرة يأتي كمساعد لتصريف الفعل في الماضي المركب، ولكن يأتي عندما يكون الفعل بهذا المعنى، يعني أن الأشخاص هم الذين دخلوا. أما إذا كان المعنى هو أن الأشخاص أدخلوا شيئا آخر، هنا سنستعمل لوكسيليار أفواغ. إذن هنا عندنا لوكسيليار إتخ، لماذا؟ لأن اللصوص هم الذين دخلوا بأنفسهم ولم يدخلوا شيئا آخر. إذن هنا نقول إلسون أونتخي، هم دخلوا. إلسون أونتخي دون لابارتومون، هم دخلوا بالشقة. par le balcon. إذن هم دخلوا للشقة من خلال ماذا؟
هم دخلوا الشقة من خلال شرفة المنزل. Ils sont entrés dans l'appartement par le balcon en se servant d'une corde. En se servant d'une corde. عندنا هنا لو فيرب سو سيرفير يعني أنك تستعمل شيئا. إذن en se servant d'une corde يعني مستعملين حبلا. إذن هم قفزوا إلى شرفة المنزل ومن ثم إلى داخل المنزل من خلال التكسير. إذن هم قفزوا إلى هذه الشرفة أولا من خلال استعمالهم للحبل. إذن ils sont entrés dans l'appartement par le balcon en se servant d'une corde. ثم ils ont pris. لاحظ هنا عندنا الفيرب prendre هو أيضا مصرف في لو باسي كومبوزي الذي هو موضوع حديثنا. استعملنا الفيرب prendre أخذنا منه هذه الجزئية ثم أضفنا له لوكسيليير أفوار بدل لوكسيليير إتر كما حدث مع لو فيرب أونتخي. قلنا إيل سون أونتخي يعني هم دخلوا. هنا إيل زون بخي يعني هم أخذوا. أما إذا قلنا إيل سون بخي يعني المقصود أنهم هم أخذوا. ومادام أن اللصوص أنهم أخذوا شيئا آخر إذن هنا سنستعمل طبعا لوكسيليير أفوار. Ils ont pris يعني هم أخذوا une grosse somme d'argent يعني أنهم أخذوا قدرا كبيرا من المال. إذن ils ont pris une grosse يعني شيئا ما كبير. ما هو الشيء الكبير؟ somme d'argent. إذن نتكلم عن قدرين من المال. puis ils sont sortis إذن لاحظ هنا بأنهم هم خرجوا. استعملنا هنا لوكسيليير être. puis ils sont sortis يعني هم خرجوا par la porte. ثم هم خرجوا من خلال الباب. puis ils sont sortis par la porte. le concierge يعني الحارس. le concierge de l'immeuble. إذن حارس العمارة n'a rien remarqué. لا شيء لاحظ. المقصود أنه لم يلاحظ شيئا. le concierge de l'immeuble n'a rien remarqué. حارس العمارة لا شيء لاحظ. إذن هو لم يلاحظ شيئا. n'a rien remarqué. طبعا في اللغة الفرنسية إذا قلنا le concierge de l'immeuble n'a pas remarqué يعني أنه هو لم يلاحظ علينا أن نكمل الجملة. ماذا هو لم يلاحظ؟ أشنو اللي ما لاحظش؟ إذا قلنا n'a pas remarqué يعني هو لم يلاحظ وعلينا أن نذكر الشيء الذي لم يلاحظه. أما عندما نقول n'a rien remarqué المقصود أن هذا غياه تأتي بمعنى النفي ويأتي فيها معنى نفي هذا الشيء. إذن كما لو نقول هنا le concierge de l'immeuble n'a rien remarqué يعني أن حارس العمارة كما لو نقول هنا لا شيء لاحظ. إذن المقصود أنه لم يلاحظ شيئا. نمر إلى je comprends أنا أفهم. observe les verbes soulignés لاحظ الأفعال المسطرة. المقصود لاحظ الأفعال المسطرة عليها. de combien d'éléments sont-ils composés? De combien d'éléments sont-ils composés? من كم من عنصر؟ l'élément المقصود به العنصر. De combien d'éléments من كم من عنصر؟ إذا لاحظنا جيدا هنا عندنا من كم من عناصر. كما نلاحظ كلمة éléments تأخذ S يعني أنها في الجمع. De combien d'éléments sont-ils composés؟ من كم من عناصر كما لو نقول هي مكونة. نتكلم عن الأفعال هي مكونة. observe les verbes soulignés إذن سنلاحظ الأفعال المسطرة. المقصود أننا سنلاحظ الأفعال المسطرة عليها. إذن طبعا من بين أفعال المسطرة عليها كما نلاحظ في أول النص en cambriolé. en cambriolé طبعا عندنا لو فيرب cambriolé طبعا مصرف في زمن لو باسي كومبوزي. إذن أصبح عندنا تصريف الفعل مكون من عنصرين. نفس الشيء مع لو فيرب اونتري نقول ils sont entrés. إذن أولا قلنا deux hommes masqués ont cambriolé ثم قلنا ils sont entrés يعني هم دخلوا. إذن قلنا sont entrés ثم بعد ذلك قلنا puis ils sont sortis. إذن sont sortis الفعل مصرف بهذه الطريقة ils sont sortis كما نلاحظ عندنا sortis ولكن مسبوق بلوكسيليير إتر. ثم في الآخر عندنا n'a rien remarqué. هنا الفعل بطبيعة الحال مصرف ولكن مصرف مع la négation مصرف مع النفي.
ممكن أننا نحذف النفي فنقول مثلا لو كونسييرج دو ليمابل ا رماركي، يعني أنه لاحظ. طبعا علينا أن نكمل الجملة، مثلا il a remarqué ce cambriolage، il a remarqué ce cambriolage، هو لاحظ هذه السرقة مثلا. طبعا الذي يهمنا هنا عندنا لوكسيليير افوار، اذا لو كونسييرج دو ليمابل ا، ثم عندنا رماركي. إذن هذا التصريف أيضا يتكون من عنصرين، إذن عندنا غوماركي ثم عندنا لوكسيليير أفوار، حتى لا يحدث هناك خلط. مثلا عندما قلنا ils sont entrés يعني هم دخلوا، إذن ممكن أننا نضيف بنفس الطريقة هاد لا نيغاسيو، فنقول مثلا ils ne sont pas entrés، هم لم يدخلوا، فالصرف يبقى نفسه رغم إضافة هاد لا نيغاسيو. إذن نقول مثلا ils ne sont pas entrés، هم لم يدخلوا، أو نقول مثلا Ils n'ont pas cambriolé. Ils n'ont pas cambriolé. هم لم يسرقوا. إضافة لا نيغاسيون لا تغير من هذا الصرف شيئا. نعود للسؤال. Observe les verbes soulignés. De combien d'éléments sont-ils composés؟ إذا لاحظ الأفعال المسطر عليها. De combien؟ من كم؟ De combien d'éléments؟ من كم من عنصر sont-ils composés؟ هم مكونين. إذا هم مركبين أو هم مكونين. نتكلم على لو باسي كومبوزي يعني الماضي المركب، اذا نتكلم على لو فيرب كومبوزي، نتكلم على لو فيرب كومبوزي يعني فعل ركبه. في السؤال هنا نستعمل نفس الفعل اللي هو لو فيرب كومبوزي. دو كومبيا ديليمون سونتيل كومبوزي، يعني من كم من عنصرين هم مركبين، من كم من عنصرين هم مركبين. اذا نتكلم على الافعال المسطر عليها، اذا كما لاحظنا بان هذه الافعال مركبه من عنصرين، مركبة من لوكسيليير ثم لو بارتيسيب باسي. إذا الجزئية التي تدل على الفعل هذه الصيغة تسمى لو بارتيسيب باسي. إذا كل فعل طبعا له لو بارتيسيب باسي. طبعا الأفعال اللي تتنتهي بأو آر، طبعا الحصول على لو بارتيسيب باسي الخاص بها سهل، يعني أننا نحذف أو آر ثم نضع أو أكسون إيغي. مثلا لو فيرب كومبريولي لو بارتيسيب باسي الخاص به هو كومبريولي، إذا نقول ils ont cambriolé يعني هم سرقوا بالقوة، أو نقول مثلا vous avez cambriolé يعني أنتم سرقتم بالقوة بالتكسير، أو نقول مثلا il a cambriolé يعني هو سرق بالقوة وبالتكسير. فيما يخص لو فيرب entrer، لو participe الخاص بلو فيرب entrer c'est entrer، طبعا au accent aigu، فقط وجود l'auxiliaire être فهاد لو باسي كومبوزي يعني انه تيجعل لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل تيجعلو تتاثر بلو سوجي. اذا قلت جو سوي اونتري يعني انا دخلت، اذا قالت امراه او بنت، اذا قالت جو سوي اونتري يعني انا دخلت، في الكتابه نضيف او، في الكتابه نضيف او. لماذا؟ لان وجود لوكسيليير اتر هنا يجعل هاد لو بارتيسيباسي ديال الفعل يتاثر بلو سوجي. إذا كان لو سوجي يعني الفاعل مؤنثا نضيف أ، إذا كان مذكرا نحذف أ. في حالة وجود لوكسيليير إتر، إذا كان لو سوجي يعني الفاعل إذا كان جمعا نضيف إس، إذا كان مفردا نحذف إس. كمثال إيل سون أونتخي، إيل سون أونتخي يعني هم دخلوا. إذا تكلمنا عنهن بأنهن دخلنا، طبعا سنضيف أ ثم نضيف إس. سنضيف أ خاصة بالتأنيث ثم نضيف أس الخاصة بالجمع، نقول elles sont entrées يعني هن دخلنا، طبعا نضيف أ للتأنيث ثم نضيف أس للجمع. إذن observe les verbes soulignés de combien d'éléments sont-ils composés؟ إذن في الجواب نقول ماذا؟ إذن في الجواب نقول les verbes soulignés sont tous composés de deux éléments. Les verbes soulignés يعني الأفعال المسطرة المقصود المسطر عليها sont tous يعني أنها كلها، هي كلها composé يعني أنها مركبة de deux éléments يعني أنها مركبة من عنصرين كما لاحظنا. ثم في السؤال الثاني quels sont ces éléments، ما هي هذه العناصر التي تتركب منها هذه الأفعال؟ quels sont ces éléments، ما هي هذه العناصر التي تتركب منها هذه الأفعال؟ Ces éléments sont, هذه العناصر هي, ces éléments sont, l'auxiliaire avoir, ou l'auxiliaire être,
نتكلم هنا عن المساعد avoir أو l'auxiliaire être أو المساعد être. suivi يعني أنه متبوع. نتكلم عن الفعل suivre يعني تابعة. suivi يعني أنه متبوع du participe passé يعني أنه متبوع بصيغة الفعل التي تسمى le participe passé. إذن نرمز لها ب PP le participe passé. ces éléments sont l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être suivi du participe passé du verbe. متبوع بلو participe passé الخاص بالفعل. لو participe passé طبعا في حالة الأفعال التي تكون منتهي بـ-er طبعا نحذف er ثم نضع accent aigu فنحصل على لو participe passé الخاص بالفعل. example يعني كمثال on. إذا نتحدث هنا عن l'auxiliaire avoir cambriolé. إذا كما رأينا في النص on cambriolé يعني هم سرقوا بالقوة. إذا on هذا راه صرف ديال avoir. نقول j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont cambriolé يعني هم سرقوا. إذا هاد cambriolé التي نرى هنا هذا لو participe passé du verbe cambriolé. إذا هذا لو participe passé الخاص بفعل cambriolé. ثم عندنا on نقول مثلا on cambriolé. ثم عندنا في السؤال الثالث quels sont ces éléments. إذا عندنا l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe. إذا زائد le participe passé الخاص بالفعل plus يعني زائد le participe passé الخاص بالفعل. concernant la troisième question complète le tableau suivant et classe ces verbes selon qu'ils sont conjugués avec l'auxiliaire être ou avoir. complète le tableau suivant et classe ces verbes. إذا أتمم الجدول التالي et classe ces verbes ثم رتب هذه الأفعال selon يعني حسب qu'ils sont conjugués selon qu'ils sont conjugués حسب كونها مصرفة et classe ثم رتب ces verbes ثم رتب هذه الأفعال selon qu'ils sont conjugués حسب كونها مصرفة avec l'auxiliaire être مع المساعد être ou avoir أو مع المساعد avoir. طبعا كما نرى عندنا في الجهة الأولى على اليسار verbe conjugué avec être. إذا الأفعال المصرفة مع être. ثم عندنا verbe conjugué avec avoir. ثم عندنا الأفعال المصرفة مع l'auxiliaire avoir. ثم الأفعال المصرفة مع المساعد avoir. طبعا إذا عدنا إلى النص hier soir بالأمس مساء deux hommes masqués رجلان مقنعان ont cambriolé يعني هم سرقوا. طبعا عندنا le verbe cambriolé conjugué au passé composé. إذن هو مصرف في لو باسي كومبوزي ولكن مع l'auxiliaire avoir. إذن طبعا نقول j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. إذن نقول on مع الجمع الغائب. إذن نقول on cambriolé. Le verbe cambriolé est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Un appartement situé au quatrième étage d'un immeuble dans le quartier Maarif à Casablanca. Ils sont entrés. إذن عندنا لو فيرب أونتخي دو لا ميم فاسون كونجيغي أو باسي كومبوزي مي سيت فواسي إلي كونجيغي أفيك لوكسيليار إتر. إذن هاد المرة هو مصرف مع لوكسيليار إتر. لم نقل هنا إيلزون أونتخي يعني هم أدخلوا شيئا بل قلنا إيلسون أونتخي يعني هم دخلوا. إيلسون أونتخي سينو كونجيغيون لو فيرب إتر أو بريزون. كيسكو فادير إذا صرفنا لو فيرب إتر أو بريزون في الحاضر ماذا سنقول؟ طبعا سنقول جو سوي tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. إذن ils sont هي هاد sont التي عندنا هنا. إذن نقول ils sont entrés. طبعا نضيف على هذا الصرف نضيف عليه لو participe passé الخاص بفعل entrer فنحصل على لو passé composé الخاص بفعل entrer. إذن نقول ils sont entrés dans l'appartement par le balcon en se servant d'une corde. ثم عندنا ils ont pris. إذن عندنا لو verbe prendre عندنا لو participe passé الخاص بفعل prendre. إذن لو verbe prendre conjugué au passé composé de la même façon mais cette fois-ci aussi il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. لو verbe prendre هذه المرة conjugué avec l'auxiliaire avoir. إذن هو مصرف مع المساعد avoir. علاش؟ لأن الفاعل غيقوم بالفعل لحاجة أخرى. ils ont pris يعني هم أخذوا. ماذا أخذوا؟ une grosse somme d'argent يعني انهم اخذوا قدرا كبيرا من المال. لم نقل هنا ils sont pris. اذا قلنا ils sont pris المقصود انهم اخذوا.
إذن ils ont pris une grosse somme d'argent. يعني أنهم أخذوا قدرا كبيرا من المال. Puis ils sont sortis. ثم هم خرجوا. De la même façon, on a le verbe sortir conjugué avec l'auxiliaire être. إذن عندنا فعل خرج مصرف مع المساعد être. ببساطة لأن الخروج متعلق بهد إيل avec S. يعني أن الخروج متعلق بهد هم التي نعبر عنها هنا بهد إيل avec S. Puis ils sont sortis par la porte. ثم هم خرجوا من الباب. ممكن أن لو فيرب سورتير يصرف مع أفواغ. نقول مثلا ils ont sorti les chaises. يعني هم أخرجوا الكراسي. إذن إذا هم أخرجوا شيئا آخر هنا نستعمل لوكسيليغ أفواغ. أما إذا كان الخروج متعلق بهم هم طبعا سنستعمل لوكسيليغ أتر. Puis ils sont sortis par la porte. ثم هم خرجوا من الباب. إذن عندنا هنا لو فيرب سورتير إي كونجوغي أفيك لوكسيليغ أتر. Puis on a le concierge de l'immeuble n'a rien remarqué. On a le verbe remarquer conjugué au passé composé, mais cette fois-ci, il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. إذن عندنا le verbe remarquer مصرف مع المساعد avoir. لماذا؟ لأننا نتحدث عن الحارس بأنه لم يلاحظ شيئا. يعني أننا نتحدث هنا عن الحارس بأنه لم يلاحظ شيئا. المقصود أن الملاحظة متعلقة بشيء آخر هي صادرة منه ولكنها مطبقة كما لو نقول على هذا الشيء. طبعا هنا عندنا النفي ولكن هذا النفي لا يغير من الصرف شيئا. Pour la quatrième question, dans quel cas le passé composé est-il accordé avec le sujet? Dans quel cas, في أي حالة le participe passé est-il accordé? Accordé كما لو نقول بأنه يتوافق. بأنه يتوافق المقصود بأن الفعل تتأثر بالسوجي. إذا كان جمع تنزيد S فهاد لو بارتيسيب باسي، وإذا كان هاد لو سوجي إذا كان هاد الفاعل مؤنث نضيف أ. إذا في أي حالة تيكون عندنا هاد لاكور. دون كيل كا لو بارتيسيب باسي إيتي أكوردي أفيك لو سوجي. طبعا كما رأينا أمثلة لو بارتيسيب باسي ساكورد أفيك لو سوجي. إذا لو بارتيسيب باسي الخاص بالفعل اللي تيجي من بعد لوكسيليار ساكورد، يعني انه يتاثر او يتوافق افيك لو سوجي مع الفاعل كون لو فيرب اي كونجوغي افيك اتر عندما يتم تصريف الفعل مع اتر. اما مع افوار مع لوكسيليار افوار فهناك حاله اخرى. نكتفي بهذا القدر، حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.